Ich heiße Frank Altmann. Ich bin verantwortlich für das Projekt Tunesische Regierungsstipendiaten, also für Sie als neue Gruppe. Ich leite dieses Projekt seit 5 Jahren und arbeite in dem Projekt seit 2007. Ich freue mich, wenn Sie im Oktober nach Hannover kommen. Und möchte Sie mit diesem kleinen Film herzlich willkommen heißen. Bienvenue en octobre 2020 en Hannover. Bis dahin, tschüss und alles Gute. Schöne Ferien noch und kommen Sie gut nach Hannover. Aslema, Aslema Naskol, Ena Salah bin Mohammed, boursière, bac, maths, amnéon. ونقرا معناتها في هوني في هانوفر عملت عام شنو كوليك هوني في هانوفر. اول حاجه نحب نقول لكم معناها مبروك على النجاح نتاعكم التفوق نتاعكم سورتو معناتها تعدى عام ياسر صعيب معناها احنا كلنا نعرفوا الظروف اللي تعديتوا بها كل شيء وحنا زاد تعدينا بها معناها انا توك باش نحكي لكم شويه على التحضيرات اللي باش تعملوهم قبل ما تجيو هوني معناتها اول عام عندكم في هانوفر. نحب اول حاجه نقول لكم ما تعملوش ستريس رواحكم معناتها راهو معناتها اوكي باش تحضروا برشا حاجات من تونس وكل اما باش تجيو لهنا تلقاو بريس كل شيء ما مستحقوش برشا حاجات. بالنسبه للتحضيرات وسكي دوكيمون كل شيء نورمالمون باش يعاونكم الدي ا دي والوزاره. فما حاجه اسمها جيد بورسي باش تاخذوه معناها على بكري باش تلقاو فيه معناتها شنو لازمكم تعملوا الكل. لازمكم حاجه برك مهمه ديما تشيك يور ايميلز معناها معناتها بالحق معناتها حاجه مهمه ديما تشوفوا الايميلز الجدد اللي جاوكم. والعام هذايا معناتها باش تكون عندكم بوسيبيليتي نتاع اكستشينج بروجرامز دا فامي داكوي معناتها باش تقابلوا عباد المان وعباد حتى معناتها انترناسيونال وكل وباش معناتها باش تنجموا تمشيوا معناتها دي اكسكورسيون بلايص حاسيلو بالحق لي اكسبيريونس هذوما ينجموا يبدلوا لكم في حياتكم معناتها على الاخر ويأثروا عليكم بالكدا اموا هذه حاجه هي اثرت علي انا بالكدا معناها وبالحق معناتها الحكايات اللي من اكثر الحكايات اللي شدتني في الاكسبيريونس هذه. أصلاً أنا أقول إني ياسين باك تكنيك 2019 من سوسة نقرأ في هانوفر العام اللي فات تعلمت الألمان وخصيت شهادة الفيست شتيرونز بريفونك كي بشي تجيو أول حاجة بشي يرحبوا بكم لي توتور نتاعكم بشي يأطروكم ويعتنيو بكم عين ليل ما يتوش كيفها قبل بشي يهزوكم شتيدو كوليك يعرفوكم على شتيدو كوليك يعرفوكم على مدينة هانوفر يهزوكم باش des attractions à trouver, il y a des excursions في وسط العام حتى المدن بعيدة و بلايص انتيريسونت على الاخر اللي هي اكثر حاجة عجبتني العام هذا. و في شتورين كوليك اول حاجة باش تبداو تقراو المان عند هير فرانك التمان ان بروف اكسيبسيونيل يعلمكم المان حتى ما تستريسيوش حتى كان ما قريتوش المان في تونس قبل اللي يجي زيرو كلمة في المان باش يعلمو هير التمان تطلعو بريسك مولودين لنا. الحاجة الأخرى ملوش تبدو في الألمان من بعد مدة في السمستر الثاني وقت انتو ما تكونوا ديجا قريتوا شوية وحاضرين تفهموا اللونج شو تدخلوا لي ماتيرو الأخرين تبدو بالمات فيزيك شيمي انفو لي ماتيرو هما باش تعديوهم زيادة في الامتحان آخر عام باش تاخذوا شهادتكم اللي هي تنجموا سواء تستعملوها اون بروف دو لونج ألماند سواء تستعملوها باش تعملوا انسكريبسيون في لي زونيفرسيتي تنجم تعوض معناها الباك كان تحبوا. في وسط العام لي توتور نتاعكم اللي هما باش يكونوا قراب منكم برشا ويعاونوكم في كل شيء اي اسئله يجاوبوكم عليها دونك ما تستريسيوش ما تخافوش باش تعملوا زيادة معاهم باش يعاونوكم باش تعملوا البروغرام تاع فامي داكوي فما برشا دي بروغرام ديشانج باش كل ما يراو هما اي حاجه تنجم تصلح لكم باش يوريوها لكم دونك شو به كي تجيو هانوف. السلام عليكم الكل اسمي ياسر الزبيري بورسيير 2019 باك تكنيك كيف كيف مبروك سي عليكم الكل ويعطيكم الصحه اللي وصلتوا للنجاح هذا رغم الظروف الكل ورغم كورونا ويعطيكم الصحه بالحق وان شاء الله بالتوفيق في كل شيء. نحب نحكي لكم ساعه على البيرود دوب ما توصل المانيا هوني شنو باش تعملوا بالضبط دونك دوب ما نجيو نهارو لي باش تكدوا حكايه البوس يبدا عندكم كارتيم ومن بعد بشويه اي ميج تمشيو للبنك تاخذوا لي كوردوني بانكير نتاعكم. البورس اول شهر باش يجيكم في اونفلوب تاخذوها نهار ثاني ولا نهار الاول نهار ثاني دونك بيسكو مازال ما عندكمش كونت بانكير ومن بعد اون فوا عندكم كونت بانكير
تبيعوا على السيت نتاع دي ادي ويجيكم معنا البورس كل شهر امورها واضحه وفي وقتها. و سينو كهو بدينا نقراو كيما حكى ياسين لي 5 ماتيغ نتاعنا ومن بعد جات الكورونا قرينا اونليني كهو قرينا اونليني وما فرتنا حتى شيء باسكو عادي بالاف اس بي وما نجموش نوخروه عادينا الاف اس بي كمان لو 12 جوان دونك كهو بعد قعدنا نستناو حتى كشي لو 9 جويي باش ناخذوا السيرتيفيكا نتاعنا. نحب نقول لكم في البريود الاخر ما نقبلوا تعديوا الاف اس بي بشويه كان ما تعرفوش من اول عام شنو تحبوا تقراو مش مشكل ما تنجموا تسالوا وتنجموا تاخذوا وراي في كل شيء اون بلس فما برشا معناها دي فيليير ديزون مش موجودين في تونس موجودين هوني معناها بالحق فما برشا شوا شنو باش تقراو من بعد دونك في وسط العام خذوا فكره خذوا ايدي معناها قروا في انا يونيفرسيتي تحبوا تقراو ومن افريل ماي هكاكا ادخلوا لليونيفرسيتي تحبوا تقراو فيها وشوف شنو يلزمكم بابخاص الكل معناها كيفاش تحضروا الانسكريبشن نتاعكم وكل ما تخليوش روحكم للاخر سينو اسالوا معناها برشا عباد اسالوا من العباد اللي قراو قبل ردوا بالكم من لي ديلي نتاع كل حاجه وكيما قال ياسين تنجموا تستعملوا الباك نتاعكم دونك سوكا تتعديوا بالاوني اسيست معناها باش ترجموا لي نوت وكل شيء والا تستعملوا الاف اس بي اللي باش تعديوها اخر العام كهو شهاده معناها في عوض الباك منه شهاده في عوض الباك ومنه تيست لون معناها وكهو سينو بالتوفيق لكم الكل وربي معكم وانا بخصنا معنا باش نقعد في هانوفا دونك كان تستحقوا اي حاجه انا موجوده وتنعملوا جروب معنا الناس الكل على الفيسبوك ناخذوا لي كوندون نتاعكم وفما اي كيسيون احنا موجودين وبالحق كان ستريس وربي معكم